كان هذا آخر مهرجان وطني احتفت فيه لجنة المصالحة المجتمعية في غزة قبل عام ونصف بتسوية ملفات الدم لنحو 100 من ضحايا شهداء الانقسام الفلسطيني عام 2007. واليوم تستأنف اللجنة المنبثقة عن حوارات المصالحة في القاهرة عام 2011 عملها مجدداً في القطاع عبر الإعلان عن تسوية ملفات جديدة لنحو 40 من شهداء ضحايا الانقسام بين حركتي فتح وحماس. نحن مقبلين على معالجة 40 ملف من ملفات شهداء الانقسام في إطار المصالحة المجتمعية المنبثقة من تفاهمات القاهرة. هذه الملفات هي استكمال لعملية المصالحة المجتمعية، ونتطلع أن نختتم هذا الملف بنهاية هذا العام. اللجنة التي يديرها ممثلين من مختلف الفصائل الفلسطينية نجحت هذه المرة في تحقيق اختراق في حل عدد من الملفات المعقدة لشهداء الانقسام، حيث سيدفع مبلغ 50,000 دولار بدعم إماراتي لجبر الضرر عن 40 من عوائل شهداء ضحايا الانقسام خلال مهرجان وطني سينظم في الأيام القادمة، ما يجسد بحسب الفصائل خطوة مهمة لتعزيز السلم الأهلي وتمتين النسيج المجتمعي. استئناف عمل لجنة المصالحة المجتمعية وإنجاز مزيد من هذه الملفات هو تطبيق لاتفاق المصالحة في القاهرة 2011، ويؤكد أن شعبنا مصر على تجاوز مرحلة الانقسام، وأن قواه مصر على تطبيق هذا الاتفاق، وأيضا أن هذا المجتمع ينبغي أن يبقى متماسكا حتى يصبح قادرا على مواجهة التحديات المختلفة التي تمر بها القضية الفلسطينية. هذا وقد نجحت لجنة المصالحة المجتمعية خلال الأعوام السابقة من تسوية ملفات 174 من ضحايا شهداء الانقسام، والجهد يمضي مجددا لتسوية ما تبقى من ملفات الدم لوأد نوازع الثارات. لعل المفارقة في قضية المصالحة المجتمعية أن عوائل شهداء الانقسام تسامحوا وأصفحوا عن خصوم في الدم، فيما بقيت الخصومة السياسية بين طرفي الانقسام عصية على الحل أمام التصلب في المواقف والصراع على السلطة. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.